مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج ضيف وثقافة، حيث نستضيف في هذه الحلقة شخصية من المخرجين الجزائريين الذين وضعوا بصمتهم في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، حيث عرفت هذه الشخصية بحنكتها الواسعة في الإخراج والإنتاج معا، وكان لها حضور قوي في المشاركة الجزائرية في المحافل الثقافية الدولية والعربية. هي حاضرة أيضا بقوة في البرامج التلفزيونية الرمضانية من خلال سلسلة طموشة التي يبثها التلفزيون الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل، والتي حظيت بنسب متابعة كبيرة كونها تطرح الانشغالات الحياتية للفرد الجزائري بطريقة فكاهية محلية وبلهجة المدن الداخلية. رصيدها حافل بالأعمال الفنية سواء من حيث الإخراج أو الإنتاج. إنه المنتج والمخرج السينمائي الغني عن التعريف السيد يحيى مزاحم. أهلا بكم سيدي معنا. أهلا بك صاحبي، شكرا جزيلا على التقديم. صح، يشرفني التقديم تاعك. الله يخليك. بداية سيد مزاحم، كمخرج ومنتج سينمائي ونحن يعني على في أواخر أيام شهر رمضان، كيف تقيمون يعني البرامج أو الإنتاجات التلفزيونية المحلية المختلفة التي تباث عبر مختلف القنوات التلفزيونية؟ أعتقد أن هناك تفاوت في النوعية، ولكن الشيء المهم هو كثرة الإنتاج ووفرة الإنتاج، وهذا اللي أنا في رأيي يعني هذا اللي يسمح لتطور الإنتاج بشكل عام، وتطور أنه كثرة الطلب وكثرة العرض عفوا سي يعني طلب الجمهور، يعني كان طلب كثير هذا العام، كان عروض كثيرة، يعني أغلب الممثلين اشتغلوا هذا العام، أغلب التقنيين اشتغلوا هذا العام، سيكون خبرة، سيكون تنافس، هذا أهم شيء في رأيي. كان يعني تفاوت في النوعية، ولكن تقنيا تقريبا كاع الأعمال مليحة، ولكن مازال ما عندناش يعني مثلا رؤية إخراجية دائما في كاع الأعمال، مازال ما عندناش يعني أمور، ولكن الحمد لله أنا في رأيي بالنسبة لواش كنا قديم تطورت الأمور بزاف. يعني حسبكم هل هناك كيفية يعني غلبت الكيفية في طرح الانشغالات وطرح الدراما الجزائرية، يعني الكمية؟ أعتقد أن الكمية ستجلب الكيفية، أنه أنا مع الكمية، أنا مع أنه يكون تنافس، التنافس أكيد يعني سيؤدي للنوعية وسيؤدي للتنافس حول النوعية بعد فترة، لأنه الآن يعني في الجزائر كما تعرفين يعني النقاد قليلون، الجمهور ما عندوش معايير يعني معرفية كبيرة، لما تكون هذه المعايير اللي تجي من مشاهدة من يعني لما يقارن هذا المسلسل بهذا المسلسل، هذا العمل بهذا العمل، راح تطور يعني الوعي العام، وهذا الوعي هو يخلي النوعية ترتفع. أنا في رأيي الكمية مهمة جدا. الآن الحمد لله يعني الممثلين أغلبهم اشتغلوا، هذه مهمة بزاف، يعني الفنانين لما الفنان ما يشتغلش ما يتطورش حتى يعني كفنان، يكون يعني يكون حالة يأس، حالة يعني انطواء، ولا حالة هذه لما يكون يشتغل فهو يعمل ويقدر يحس روحه مرتاح، فهذا الشيء يخلي خلق يعني أنا في رأيي خلق ديناميكية وحركية، وهذا الشيء راح يؤدي أكيد إلى النوعية، يعني ما يكونش نوعية بكاع الأعمال، ولكن راح يؤدي مثلا نديروا 20 عمل يكون 2-3 أعمال ذوي نوعية رفيعة جدا، نقدروا نتنافسوا إن شاء الله من الوقت القادم، مازال ما لحقنا لهاش، من بالك عام عامين نقدروا نلحقوا المستوى يعني على الأقل العربي ونفسه في المستوى العربي. في بعض الأحيان نجد أن هذه الأعمال يعني بعيدة عن الواقع الجزائري. هي كان عمل أغلبها يعني كان عمل هذه السنة ولا السنوات اللي فاتت، ونظرا قلت لك للاستعجال في العمل ورغبة في الحصول على سيناريو مقبول، هو الاستنجاد بسيناريوهات يعني ما تكونش جزائرية أصلية. هذا الشيء اللي خلى بعض الاعمال مثلا تشبه الاعمال التركيه مثلا او بصح كان يعني كان لازم المفروض كما درنا في طيموش اللي هو اقتباس، كان المفروض العمل عليها وتحويرها باش تولي جزائريه اكثر وتقريبها من الواقع الجزائري. لانه في رايي انا يعني مهما كان المواطن يحب يشوف نفسه في العمل، كان طبعا اعمال تقول لك انا نبيع الحلم ولا نبيع يعني العالم اللي ما يعرفوش الناس يعيشوا فيه، بالك يحبوا يعيشوا فيه وما ماهوش يعني المتلقي الجزائري، ولكن انا في رايي انا من النوع اللي نحب نكون يعني الناس تحب تشوف نفسها في الاخر، نبيع في الاعمال اللي نديرها انا دائما كاين لهجات محليه ولهجات يعني حتى تاع الداخل الجزائري مدن داخليه للجزائر، وكما في طيموشه كان يعني طبقات متفاوته من الطبقه الفقيره وطبقه غنيه، وكان هاد الناس تقدر تشوفها يعني
كل متفرج يقدر يشوف نفسه في طبقه معينه، يعني هذا الاختلاف. ولكن انا في رايي تارك الاعمال ما زلت لحد الروبورتاج، يعني حتى باكي واحد يعني نروحوا في يعني تقريبا في روبورتاج عن يعني عمل درامي المحاج. لازم يبقى عمل فني مهما كان، هو عمل فني ليس عمل تصوير الواقع كما هو. لأن تصوير الواقع كما هو نروحوا في روبورتاج، ما نروحوش للعمل الفني. ولكن تارك يعني نفس الوقت نروحوا شفت اعمال يعني هذه السنه يعني اعمال ما عندها حتى علاقه بالجزائر، وهي وجهه نظر انا مانيش معها ولكن هي وجهه نظر. سيد مزاحم، السؤال الذي يعني يعاود دائما، لماذا تقتصر هذه الاعمال وهذه الانتاجات يعني الكثيره على هذا الشهر الفضيل؟ انا اعتقد ان المشكل الاول هو مشكل التلفزيونات، هي اللي ما تاخذش على عاتقها انتاج المسلسلات الا في رمضان، على عاتقها انتاج المسلسلات الا في رمضان. والمشكل الثاني الرئيسي لانه هي التلفزيونات مضطره لذلك لانه الممولين ما يحطوش اموال الا في رمضان، لانه يعرفوا ان نسبه المشاهده تكون عاليه في رمضان، فالميزانيه الكبيره تاعهم تاع الاعلانات ولا تاع الاشهار يحطوها في رمضان. يعني كما تقولي المشكل هذا مربوط بهذا، التلفزيون مربوط بالممول، الممول مربوط بالتلفزيون. واحد ما عنده الجرأة باش يقوم بأعمال يعني خارج رمضان، وأنا في رأيي الجمهور متعطش باش يشوف عمل خارج رمضان، وعن الجمهور الجزائري في رأيي كباقي مثلا الدول العربية التي تقوم بإنتاجات أكيد. على مدار ممكن يعني السنة ممكن أنه يكون يعني أعمال قليلة في ثم خارج السنة وأعمال أكثر في رمضان ممكن. احنا معدومة خارج السنة انعدام الأعمال هذا الشيء راجع، احنا حاولنا أكثر من نحاولوا يعني نشوفوا مع الممولين نشوفوا مع القنوات، يعني ما كاش رغبه فعليه باش واحد يكون عنده الجراه باش يحط الاموال فوق يعني ويقول يلا هاي نديروا انتاج خارج رمضان. هل يعتبرها مجازفه مغامره؟ مجازفه طبعا، اكيد اغلب القنوات واغلب الممولين يعتبروها مجازفه، بالنسبه لهم العمل ماهوش حيشوفه الناس، ويمكن يفشلوا ويمكن ما يشوفوش ويمكن الاموال ما تضيع. في الفترة الأخيرة يعني يتجه المخرجون المنتجون الجزائريون نحو إنتاج الأعمال الفكاهية ذات النكهة السياسية والاجتماعية، لماذا التركيز على هكذا أعمال؟ أنا مانيش مع النكهة السياسية، أنا في رأيي كل لازم نخدموا أعمال أول حاجة الهدف تاعها هي التسلية. لما يكون عمل سياسي لما يكون سياسي عميق. يعني أعمال السياسية السطحية اللي هي تشبيهية اللي هي يعني تقرأ جريدة ومعك مثلا غدوة تعود تحكي وش كان في الجريدة، أنا في رأيي هذه ماهيش عمل سياسية. العمل السياسي لازم يكون عميق، فيه دراسة، فيه عمق، فيه رؤية، فيه رؤية، فيه بحث، فيه ماشي يعني ما يكونش هكذا بهذه السهولة وبهالتسطيح. يعني لما تشوف الأعمال السياسية اللي قدمت في الفكاهة هي أعمال أغلبها سطحية وأعمال يعني حتى الحوار حوار تاع قهوه، يعني مش حوار تاع سينما ولا حوار تاع مستوى عالي. سيد مزاحم، صرحتم يعني في بعض الحوارات الصحفيه ولقاءات صحفيه عن عدم رضاكم عن بعض الاعمال بسبب ظروف الانجاز، هل بامكاننا معرفه هذه الظروف؟ ظروف الانجاز اعتقد المشكل الكبير عندنا في الجزائر هو الوقت، يعني امضاء العقود يتم تقريبا قبل شهرين من رمضان، وهذا الشيء ما يسمح لناش باش لماذا لا يتم يعني بفتره اكبر ولا نفس الدوره اللي هي القناه والتمويل. احنا ما نقدرش نجازفوا لانه عمل مثلا يسوى يعني ملايير، ما تقدرش انت تجازفي وتحطي تبداي باموال، مستحيل. حتى يعني احنا مستحيل نعوض هذه الاموال للناس، مستحيل. فانا كشخص مستحيل نقدر ننتج، يعني ما يسمحليش وضعي المادي باش ننتج عمل بمستوى معين، فلذلك محتاج لي ممولين، محتاج لي يعني تلفزيون يقدم العمل. إذا ما مشاش معك التلفزيون وما مشاش معك الممول ما تقدرش تقدم العمل في الوقت، والممولين والتلفزيون ما يحبوش يخدموا حتى يجي رمضان، كل عام هكذاك، يعني تقريبا شهرين قبل رمضان باش يمضوا العقد ولا، كما هذا العام الممول مضى العقد شهرين قبل رمضان. لهذا يعني تتسابقون في لهذا ما التصوير، لهذا نوعيه الانتاج في الجزائر تكون اضعف من المستوى مثلا في دول عربيه اخرى، اللي يعني عندك مثلا الان ممكن نفكر العمل الجاي تاع السنه القادمه يكون عندي تمويل على الاقل او عقد او شيء يثبت انه راح تشتغل العام الجاي. احنا الان كملوا رمضان ما عندنا حتى شيء اللي يقول بلي ممكن نعمل العام الجاي ولا نديروا عمل ثاني ولا نقعدوا السنه ست شهور سبع شهور ثمان شهور، وكي يجي رمضان الناس قاعده تحب تخدم. وهل يعني شهرين كافيين باش يكون عمل متميز؟ اعتقد ليس كافيا نهائيا، وهذا الشيء اللي يضيع طاقه كبيره وطاقه خاصه على نحن كفنانين، يعني كمخرج كسيناريست كممثلين، يعني نتعبوا بزاف لانه العمل يجي في فتره يعني مكدس، فتره صغيره جدا، وهذا يخلي ضغط نفسي كبير وستريس
امور كبيره اللي تخليني تؤدي الى يعني حتى عواقب نفسيه شويه. سيد مصاحب، نعود الى انتاجاتكم يعني سينمائيه مؤخرا، يعني انتم قمتم بصدد انتاج فيلم يد مريم الذي يعد ابطاله من يعني المترددين على مواقع التواصل الاجتماعي. ليس الكل. هل لكم ان تحدثونا عن هذا العمل؟ هو عمل في الفكره تاع يوسف بعلوج لسيناريست، يعني كان هو اقترح عليا، ولكن انا بدلت في الكاسينغ، واغلب يعني مش كل الممثلين هما من رواد التواصل مواقع التواصل الاجتماعي. كاين الممثله الرئيسيه اللي هي ليديا شبوط، اللي هي ما عندهاش يعني ممثله عاديه. كاين كريمو دراجي اللي هو ممثل معايا الان في تيموشا. كاين الناس اللي ماهوش كل من نادي، ولكن هو الفيلم شبابي، نقدر نقول هو فيلم شبابي. وانا حبيت نخدم اظن الفيلم. ان الفيلم اثار جدلا. هو هذا الحاجه مليحه انه درنا فيلم مازال ما خرجش، والناس قاع سمعت به، والناس قاع تهضر عليه. وحاجه واحده اخرى، الممثلين قاع اللي في الفيلم قاع لقوا ادوار دوك الان في رمضان، ثم مشوا يعني مشات لهم، يعني كانت فرصه لهم من اجل ايجاد، خلق لهم يعني فرصه كبيره. ليديا مثلت، قاع مثلوا تقريبا، ما كانش واحد ما مثلش. هذا الشيء اللي خلاه يعني حتى واحد ممثل كومبارس يعني لعب معنا دور صغير هو يمثل في عمليه في رمضان، حتى في عاشور العاشر وفي امور اخرى. هذا الشيء حاجه مليحه، يعني كان ناس اللي ما توقعيش، ما عندهمش مستحيل يمثلوا، الان هم يمثلوا، هذا الشيء جيد. احنا هذا العمل عمل تجاري. انا حبيت نقول باللي ممكن نديروا سينما تجاريه في الجزائر. احنا لانه لو خلقنا سينما تجاريه، انا في رايي كان طلب على سينما تجاريه ونقدر ندخل، يعني بهذا يستطيع الجمهور الجزائري العوده الى يعني قاعات السينما، والتردد على قاعات السينما هذا هو الهدف، يعني الشيء الذي فقده هو الجزائري هذا هو الهدف في السنوات الاخيره خاصه، هو خلق شيء لتحفيز شيء اخر. يعني مثلا احنا دائما نطالبوا بقاعات سينما، قاعات سينما غير موجوده، دوك نقول الان هاو فيلم جيبوا لنا قاعة سينما ونبرهنوا باللي هو 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 اكثر منه تجربة اللي برهنت انه ممكن نديروا افلام اللي تجلب الجمهور، لانه الناس تقول لك دير افلام ماش حد ما الناس ماهيش حتجي، واحد ما حيشوف. مثلا لو نجح الفيلم هذا ممكن نبرهنوا الناس واحد اخرين ونخلقوا رغبة عند الناس واحد اخرين باش يديروا افلام كما هو ولا خير تجارية اللي تقدر تجلب الجمهور ونرجعوا الجمهور للقاعات. هذا هو الهدف الاساسي. انا كرياضي، انا مثلا قريت رياضيات في حياتي، مهندس دوله، يعني انا حسبت بحسابات بسيطه عدد كم يعني يقدر يدخل واحد كم الاخر، لقينا باللي يعني على الاقل نقدر نرجعوا ميزانيه الفيلم للدوله، نقدر الميزانيه اللي تحطت نقدر نرجعوها بعدد القاعات الموجوده حاليا فقط، يعني ب 35 قاعه. لو نخرجوا الفيلم في 35 قاعه في نفس الوقت في باعلان مليح محترم، يعني بدعايه مليحه، انا في رايي نرجعوا الميزانيه على الاقل، وهكذاك نكونوا بدينا في اول فيلم اللي يدخل شويه اموال للخزينه، ماشي فيلم اللي يخرج الاموال. خاصه وان الفيلم اظن انه موجه للفئه يعني الشبابيه اللي متعطشه يعني لهكذا يعني قاعات سينما، التردد على قاعات فيلم سينما. هو الفيلم، شوفي اغلب في العالم هو اللي يتردد على قاعات سينما في العالم ككل، لما تشوفي الدراسات كاع والتحليلات هي يعني 15 25 سنه. هم الناس اللي يشوفوا يعاودوا يشوفوا الفيلم. هاد الناس اللي هما موجه لهم فيلم يد مريم. الفيلم موجه الاغلب يعني من 15 قولوا 35 سنه في البلاد، هذه الفئه العمريه اللي حابين يعني نروحوا لها. ممكن عائلات تروح، هو فيلم عائلي يعني ما حبينا يعني درناه بدون اي لقطات تسيء للعائله الجزائريه، وهذه باش يخلوا كاع العائله الثانيه تقدر تدخل، يدخلوا اولادهم، فحبينا يكون يعني فيلم جو عائلي فكاهي اظن اساسيا شباب، هو فكاهي وفيه مثلا فيه لقطات مثلا التاكسي المخفي، فيه شويه من امور، فيه حتى يعني خدمنا على اللاوعي اللي كاين في عند الجمهور الجزائري في الافلام اللي يحبها، في الافلام اللي شافها تاع سبيكتر تاع مفتش طاهر تاع التاكسي المخفي، في امور هذه لعبنا عليها باش تخلق هذه الحميميه مع الفيلم. خاصه وان الطالب يعني الجامعي وايضا الثانوي الذي يتردد على الثانويه فقدوا يعني ثقافه التوجه والتردد على قاعات السينما. هذا الهدف تاعنا، انه الفيلم اصلا يحكي على طلاب جامعيين يقومون برحله الى الصحراء، والفيلم ايضا ماهوش فيلم غير شبابي، والفيلم فيه شويه تاريخ، لانه احنا ما نقدرش نديروا فيلم سطحي. مزجتم بين التاريخ والفكاهه وال فيه شويه تاريخ طبعا، لانه نقولوا باللي الجزائر هو بلد عريق تاريخيا، وهذا الشيء لازم نبينوا باللي كاين تواصل بين التاريخ القديم وبين هاد الشباب، هاد الشباب ما هم الا يعني حملة مشعل تاع الاجداد تاع الناس القدماء في الجزائر، ثم هذا هو الهدف تاعنا، يعني هذا هو نروب لهذا الشباب، ماهوش ناس فارغين، ماهوش ناس سطحيين، هما ناس عندهم يعني عندهم
عمق وعندهم رؤيه وعندهم يعني تواصل اجيال وكان تواصل اجيال. وهذا الشباب انا بزاف ناس يشوفوا الشباب كسطحيين، انا في رايي لا لا بالعكس، لازم نشوفوا اللي هم الشباب هم الطاقه لازم نمشوا فيها. انا في رايي انا تعلمت منهم كيف كنت معهم، يعني تلقاي شباب مثلا في عمرهم 22 سنه ولا منضبطين اخلاقيين محترمين ما كانش مشاكل، يعني كان امور بزاف عندهم حاجات مليحه. في رايي هاد التجربه انا عمتني وماذا بيا نقولوا للناس بلي الشباب هما يعني الاساس في كل في كل حاجه في الجزائر. اذا حبيتي تبني اي شيء لازم تعتمد على الشباب. الحلقه يعني بدون ما تستصغريهم وتنحي هذيك الابويه هذيك، زعما انت صغير ما تعرفش. لا لا صغير يعرف، بالك يعرف خير منك. يجب ان تكون ممكن عندك تجربه اكثر منه، ولكن ممكن هو يعرف خير منك. فعلا فعلا. من المفروض ان يكون يعني القطاع السينمائي في الجزائر واجهه الجزائر السياحيه والثقافيه، لكن في الواقع يتم انتاج العديد من الافلام بعد يعني صرف الملايير منها، لكنها تبقى حبيسه الادراج. المشكل الاساسي هو مشكل القاعد. شوفي نتكلموا بكل بساطه، انا من في حتى في جمعيه يعني المنتجين الجزائريين واكثر من مره في الوزاره وتكلمت انه يعني الحل بسيط، يعني الحلول امور وي لازم نديروا يعني اكيد استوديوهات واكيد لازم تكوين واكيد، ولكن لكن اين البث؟ كل هذا ما عندوش فايده الا ما عندكش قاعات سينما. اول حاجه لازم تندار في الجزائر هي السماح للقاعات الخاصه، يعني ملتي بلاكس الناس اللي عندها قاعات خاصه، قاعات تجاريات واللي خاصه في كل ولايه يكون عندك مثلا 10 قاعات. هذا الشيء هو اللي حيخلي الطلب على القاعات، الطلب على الافلام، هذا الطلب على الافلام هو اللي حينتج سينما كبيره. كما قلنا مع في الدراما لما صار في قنوات وصار في تنافس وصار في انتاجات كبيره اصبح في تنافس والنوعيه راح تولي وراح تجي النوعيه. في مصر ثاني لما تشوفي في مصر تقارني بمصر، هو هذا الشيء اللي خلى السينما المصريه من لما كانت في سينما المقاولات في الثمانينات وبعد ذلك لما جاوا الشباب هذوك احمد حلمي سقا والامور منى زكي وهذو دخلوا طوروا وخلقوا ديناميكيه جديده. هذا الشيء اللي نحب نخلقوا ماذا بينا نلحقوا لهذه الديناميكيه، سينما شبابيه، سينما اللي تخلي الشباب ولا تخلي الناس يروحوا يشوفوا افلام. اكيد لازم السينما مؤلف سينما تكون يعني تشارك مهرجانات، ولكن اول حاجه لازم السينما للجمهور الجزائري. سينما للجمهور الجزائري معناتها قاعات، يعني على الاقل لازم لنا 200 قاعه في الجزائر، 200 شاشه. هذا الشيء هذا الهدف الاول. الجزائر العاصمه والجزائر ككل. انا احكي كالجزائر ككل. هو رقم صغير وكبير في نفس الوقت. فعلا. الان كبير لانه ما عندناش حتى قاعات، عندنا 35 قاعه، وصغير لانه ما شاء الله. ولكن كنا عندنا 450 لما فبعد الاستعمار 450. فعلا. الان ماذا بينا نلحقوا على الاقل 200 قاعه، لما نلحقوا ال 200 قاعه الفيل يقدر يدخل اموال، يقدر كاين الناس تنتج وحدها، ماشي لازم تمر على الدارة تاع الدوله، لازم تمر على الفداتيك ولا الوزاره باش تعطيها اموال. يقدر واحد منتج خاص يمول فيه ويربح شويه دراهم، بعد فيلم واحد اخر يربح شويه وهذه هي. سيد مسحم، انت كمنتج ومخرج يعني سينمائي قمت بالعديد من الاعمال والانتاجات السينمائيه، هل هذه الاعمال تمت اتاحتها للمشاهد الجزائري؟ يعني هل تمت مشاهدته لهذه الافلام؟ هو الان الافلام اللي انا اللي انتجتها ولا اللي خدمتها زبيده، لومباز، بومبو العيد، شركه انتاج نملكون ابطال، افلام كاع يعني سبع افلام، الاجنحه المنكسره، يعني الوحيد اللي قدرنا يعني انا يعني الوسيله الوحيده اللي شافها الناس هي التلفزيون. للاسف يعني كان عرض اوليه فقط في السينما والتلفزيون شافوها، كان افلام كيما الاجنحه المنكسره شافوها بزاف، كان لازبيده الحمد لله شافوه لاباس ناس شافوه، درنا عرض في الولايات ولكن في التلفزيون شارك باش التلفزيون الجزائري، وكان بومبو العيد مثلا كمر كمسلسل ايضا شافوه الناس. يعني في رايي مليح ولكن لا يكفي. السينما الفيلم مخدوم للسينما، مخدوم القاعة مظلمة باش تقعد تشوف فيلم في ثقافة قاعة يعني بدون ما تفتح تليفون تاعك، بدون ما تشوف تقعد مع الفيلم لمدة ساعة ونص ساعتين وانت مع الفيلم، هذا هو الهدف تاع السينما. تجربة مختلفة. الناس انا لما كنا نصور في باب الواد كان اطفال ما يعرفوش معناتها كلمة سينما، يعني قاعة سينما ما يعرفوهاش. هذا الشيء مؤسف، لازم نعاودوا نرجعوا هذه الثقافة لهذ الاطفال باش نكونوا جيل اللي يحب السينما. فعلا. جوستومون لم يحن الوقت للتوجه نحو الاقتصاد يعني السينمائي وسن منظومه قانونيه تصب في هذا الاتجاه. اعتقد هناك توجه في انا سمعت يعني خطاب الرئيس ولا في هناك توجه، ولكن انا في رايي لازم نكونوا اكثر براغماتيه ونروح للمباشره اللي هي فتح القاعات او مساعده الخواص على فتح القاعات مثل ما حدث في الفنادق مثلا. في صعيد الفندقه مثلا ما كانش عندنا فنادق في الجزائر، لما كانت هناك اراده سياسيه لفتح فنادق يعني
بكل مكان انا تروحي في كل الولايات تقريبا كان فندق محترم حديث. بينما لكن مثلا سائح يعني يذهب الى الفندق لكن يجب ان يكون يعني له فترات استراحه ليذهب الى السينما للاستجمام والاستمتاع. اقصد انه يعني مثل ما حدث يا حلقه مثل ما حدث في الفندقه وكانت اراده سياسيه كبيره باش تطور قطاع يطور قطاع الفندقه في الجزائر، وكان الان في العاصمه مثلا عشرات الفنادق في كل ولايه، كان ولايات ما فيهاش فنادق نهائيا، كان يعني تروحي ما تعرفيش وين ترقدي. الان كان فنادق محترمه على الاقل، هذا الشيء تطور لانه كان اراده سياسيه. نفس الشيء لازم السينما، لازم الخواص هما اللي يدخلوا في السينما ويفهموا باللي ممكن يجنيوا اموال عن طريق قاعات سينما. هذا الشيء لازم نفهموه لهم، ولازم تكون عندهم يعني مساعدات الامور. انا ما نقدرش نعرف، قلت لك سياسه مش خدمتي، ولكن انا رايي الحل الوحيد هو قاعات سينما. إذا تحدثنا عن الإرادة السياسية، يعني تم مؤخرا تعيين السيد أحمد راشدي كمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف أظن بالثقافة والسمع البصري، ماذا سيضيف هذا لقطاعكم، قطاع السينما وقطاع السمع البصري هنا في الجزائر؟ احنا أحمد السيد أحمد راشدي هو مخرج يعني كبير، وهو معنا في الجمعية تاع المنتجين ودلنا اجتماعات بزاف، وأنا في رأيي يعرف الضرر أين هو ويعرف المرض وين يعني أين هو. أعتقد يقدر يعاون بزاف في باش نروحوا للتوجه السليم اللي لازم نروحوا له. سيد مزحم، كيف يقضي يعني شهر رمضان الفضيل؟ هل وراء عدسات الكاميرا أم مع العائلة؟ والله أنا في المونتاج تقريبا، يعني اغلب الوقت يا في التصوير يا في المونتاج. المشكل تاعنا قلت لك لما تصوري مسلسلات رمضان تسكني فيها وتسكن فيك، تولي يعني ما عندكش حياه، ما عندكش حياه لا عائليه، لا تشوفي واحد لا تشوفي ناس. هذا المجال يخليك تعيشي حياه مختلفه تماما، يعني ما عندك لا عندك حياه عائليه، لا عندك اصدقاء حتى في الايام العاديه، يعني حتى لما ما كانش شغل ما كانش عمل تحوسي على الشغل، تبدا تجري باش تحوسي على الشغل، يعني دائما ما عندكش وقت باش تقعد باش تريح، ما عندكش الوقت باش تقعد مع اولادك، ما عندكش الوقت باش تشوف اصحاب، ما عندكش الوقت، دائما هكذاك تلقى روحك باللي فاتك الوقت الزمن وما درت والو في حياتك. لكن هو ايضا تحقيق للذات ولل احنا كي تقولي هي باك احنا ما انا لو كمان ما شفتش كاميرا ما نموت، ما كيما يعني السمكه الانسان. يعني قلتم يعني في احد الحوارات الصحفيه ان حلمكم منذ الصغر كان الوقوف وراء الكاميرا وتحقق الحلم. انا ملي كنت صغير يعني من 15 سنه كنت حاب نولي مخرج، يعني انا علاقتي بالكاميرا وعلاقتي بالسينما هي علاقة حب، علاقة عشق، علاقة وله، علاقة هياء، علاقة كبيرة بزاف. يعني انا مثلا لما ضربت زنزله تاع 2003 شديت التلفزيون، الناس هربت انا شديت التلفزيون، كان ديانا الدوكس يلعب. حبيت نقول لك احنا ماشي غير انا، كان يعني مخرجين اللي نعرفهم انا كان عندك ضيف مؤنس خمار غير كيما الناس جينا لهذا المجال ماشي باش نبانوا ولا شهره ولا غايتنا، هي اهم حاجه هي الحب تاع هذا المجال، نحبوا نديروا امور، اهم حاجه نشوفوا في عيون المتفرج، نشوفوا هذيك الا درنا كوميديا نشوفوا يضحك، الا درنا دراما نشوفوا يتاثر، هذا هو الهدف تاعنا، ماهوش الهدف تاعنا باش نبانوا ولا باش نشوف. احنا درنا سينما باسكو نحبوا السينما، ما درناش سينما يعني ما يعني رغم ان تكوينك كان رياضي يعني مهندس دوله كنت قادر تروح لاختصاصات اخرى. انا درت هندسه دوله مجبر الحقيقه، انا كملت يعني بكالوريوس 17 سنه كنت صغير ودخلت باب الزوار، وبعد قعدت عامين ما قريتش، ما دخل ما كنت ندير والو، بس كنت نحب نهاجر نقرا سينما برا، وما كانش عندي امكانيات ماديه، عييت بزاف وممكن هذيك الوقت كانت واعره باش تصوري فيلم. صورت اول فيلم هو هاوي تاعي في 19 سنه، كان في عمري 19 سنه. كنا نسرقوا كاميرا تاع واحد السيد صاحبه يسرق خوه ونجيبوا نصوروا بها نعاودوا نرجعوا له، كانت ظروف صعبه جدا. الان يعني كان دمقرطة تاع الكاميرات، كان دمقرطة تاع الامكانيات. علاش انا كنت نحكي نرجع لسؤالك الاول ونقول لك المشكل تقنيا المستوى طلع، ولكن الرؤيه ولا يعني التفاصيل ولا العمق ولا السيميولوجيا تاع الصوره ولا الامور، كتابه سينمائيه ولا كتابه دراميه حتى ناقصه كثيرا، سواء في الاعمال الدراميه سواء في الاعمال السينمائيه. واش هي الرساله تاعك اللي توجهها للشباب يعني الهاوي في هذا المجال؟ يعني يخاف يقتحم هذا المجال. اول حاجه لازم يهتم بالسيناريو، انا يعني اول حاجه اهتميت بها ودرت دورات كثيره في السيناريو، لانه السيناريو هو الاساس، السيناريو هو اللي راح تخرجيه، ماكش راح تصوري فيلم، ماكش راح تولي مدير تصوير، اذا حبيت تولي مخرج ماشي معناتها تصور تقول اكسيون كوبي ولا، مش هذا هو الهدف، الهدف تاعك هو تقرا السيناريو تفهمه وتصوروا بابسط طريقه ممكنه، يعني قد ما تكون بسيط في التصوير في تصوير العمل وتحريك الممثلين، قد ما العمل يكون خير، قد ما العمل يكون اقوى وعمق.
هنا تتحدث عن التكوين، لكن لا يوجد هناك يعني مدارس للتكوين في هذا المجال هنا بالجزائر. كاين مدارس الان، انا في رايي ما نقدروش نحطوا العربه قبل الاحصنه، انا في رايي لازم الان نديروا يعني طلب، نقوي الطلب اللي هو نديروا قاعه سينما. كاين ناس عندهم فعلا. يعني تقنيين، كاين ناس يعرفوا عندهم مستوى مليح، شباب اللي تقنيينهم يعني عندهم مستوى عالي جدا، صح ناقصين في امور واحده اخرى، ولكن في تقنيين عندهم يقدروا يديروا افلام اللي تقدر تنجح. ولكن ما عندهمش فرصه، لازم نخليهم فرصه. يعني مثلا تلقاي شباب غير كيما داروا فيهم في يوتيوب حقوا 5 ملايين مشاهده في يوم واحد ولا يومين، خاطر الناس متعطشه باش تشوف. الجمهور الجزائري يعشق الصوره، ما يعرفش السينما. الشباب الجزائري مازال ما يعرفش السينما، مي لو كان يعرفها يولي يحب السينما، يحب يروح لقاعه السينما، لان هو يعشق الافلام. تشوف اي فيلم اي صوره يحب يشوفها، دائما شاهد التليفون ولا شاهد يشوف قنوات ولا يشوف امور، يعشق الصوره. ولكن لازم نخلوه يعلم يعشق الصوره داخل قاعه السينما. فعلا. بالنسبه يعني للعائله، هل من ميولات سينمائيه بالنسبه للاولاد؟ انا عندي بنتي الكبيره تحب، درت لها تكوين عند الصديق كريم مساوي، درت لها تكوين في الاخراج. حبت دير، قلت لها دير. معنا انا كل واحد حر، يعني هي في المجال السينمائي او في مجال اخر كهوايه؟ لا، هي الان في البكالوريا. انا ما دخلتش في قراراتها، هي راح دير واش تحب. انا في رايي كل انسان لازم يكون حر في اختياراته. ما كانش عندك حريه وما تقبلش مبدا الحريه، ما تقدرش تكون في تخدم في السينما. هل تذهب معك مثلا الى اماكن التصوير؟ راحت معي التصوير بصح ماشي بزاف، لانه احنا عملنا فيه اكثر منه متعب وستريس وقلق ومشاكل كيعني متعه. يعني كي تجي تقول، لانه الاعمال تاعنا دائما تكون ميزانيات ماشي كبيره وتكون الوقت ضيق، فما يكون فيكم ضغط نفسي كبير. انا ما نكذبش عليك، ما نحبش الاولاد يتقاسوا بهال فعلا، لانه مش ما كانش هذيك المتعه يعني تاع الاستاذ كما يقولوا بالبلاطو، كما يقولوا اللي تروحي بلاطو مرتاح وتصور يعني على بالك واش دير. يعني دائما كاين مشاكل، هذه ماشي واجده، هذه كذا، هذه ماشي محضره، الاخر ما جاش، هذاك زعف. عندنا مشاكل بزاف في السينما، هذا المشكل اللي حبينا نهضروا عليه. فهذا الشيء ما يتاثرش، لو كان ما يتوليش يعني كاين عجله الدور، هذه العجله الدور هي تصلح الامور. لان الماده ايضا لما الانسان، لما علاش قلت لكم الان مليح كاين كثره دراما، لما تكون الفنانين تلقى الفنان يعمل ويدخل اموال ويعيش حياه محترمه ولائقه، يولي يخمم في الفن، ما يخممش كيفاش يجيب دراهم باش ياكل بهم. ونحن يعني على مشارف نهايه هذا الشهر الفضيل، كيف تقضون اوقاتكم سيد مزاحم؟ والله انا اقضي الان، انا اقضي وقتي في المونتاج، وفي لما كاش مونتاج نقعد في البيت، ما نخرجش ما نشوف حتى واحد، نقعد. يعني ما تروحش للسوق؟ ما نروحش للسوق اكيد، لازم يعني لازم نروح، لازم نعتبر اعمال شاقه، ولكن نروح. مرتي ياسين تقول لك تزعف، انا نروح ما تزعفش. إذا يعني نحن على أيام قليلة على العيد الفطر المبارك، صح عيدك سيد مزاحم؟ صح عيدكم جميعا، صح عيد كل الأمة الإسلامية وكل الشعب الجزائري. ونتمنى يولي عندنا أفلام تاع عيد، نتمنى الناس الآن كما في العيد ندير لهم فيلم يروحوا يشوفوا الأطفال الصغار، يروحوا يشوفوا يتمتعوا، هذا هو الهدف إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. وشكرا أيضا على تلبيتكم الدعوة. بكل سرور، التلفزيون الجزائري وقتاش ما يعرضني نجي. شكرا سيد مزاحم. بهذا نصل مشاهدي الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج ضيف الثقافة. شكرا للمتابعة والاهتمام، صح عيدكم وإلى اللقاء.